تريلا بالعربي. كتاب ذاكرة ملك الحسن الثاني. يتناول هذا الكتاب تفاصيل حوار صحفي مع الملك الحسن الثاني بعد أن وافق على الإجابة على جميع أسئلة محاوره، حتى ما كان منها ذا حساسية، مما جعل هذا الكتاب وثيقة استثنائية. لم يسبق للملك المغربي أن ذهب إلى هذا الحد في الأسرار، سواء تعلق الأمر بحياته أو منصبه أو علاقاته بفرنسا وقاداتها أو بخصوماته مع هوار بومدين أو صداماته مع معمر القذافي. كما يستحضر محادثاته مع كيسنجر وبوش ولقاءاته السرية مع موشي ديان ثم إسحاق رابين. ويعتبر هذا الكتاب تعريفاً بشخصية الرجل وراء الملك، وهو يتحدث لأول مرة عن رؤيته للسلطة وعن مواقف المغرب الدبلوماسية من قضايا شائكة دون التهرب من المآسي التي طالت عهده. صدر هذا الكتاب عام 1993 باللغة الفرنسية، ويحمل تبويباً لعدة فصول، منها والدي وأنا والاستقلال، من الوفاة إلى العرش، الخصومة المنسية، المهمة الملكية الصعبة، كتاب ذاكرة ملك الحسن الثاني من تأليف إريك لوران. إذا كنت تشاهدنا لأول مرة، لا تنسى الاشتراك في قناتنا كي نكون على تواصل. بوك تريلا بالعربي، منصة لكتابي.